بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في دينار قسم العظام مستشفى النيل بالقاهرة. بننتظر حضراتكم كل يوم اثنين الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة. طبعا احنا الحمد لله يعني في غاية السعادة انه شهر مارس كده يعني بيبقى كاملنا او في اخر الحقيقة نكمل سنة كاملة. نتمنى ان شاء الله يعني تكون الامور صارت على ما يرام، وزي ما انتم شايفين احنا بنحاول يعني ناخد نهج اللي انتم عايزينه في المحاضرات. وكان طبعا يعني صاحب السبق معانا واللي اقترح التعديل دوت والابجريد دوت استاذنا الدكتور اسامه حجازي، استاذنا الدكتور عاطف البلتاجي اشهر تشيرمان، واعتقد ان هو نال رضاكم الحمد لله. طبعا يعني احنا فخورين بالنجاح اللي بتحقق الحمد لله، والنجاح دوت فعلا فعلا طبعا الفضل الله وحده سبحانه وتعالى، ثم لحضوركم ومتابعتكم لينا. وبرضك ابدا ودائما وابدا ان احنا بنقول اساتذه مصر بخير، واساتذه مصر في المواقف الصعبه دي اثبتوا ان هم عطاء بلا حدود، فعلا لا نملك لهم الا الدعاء من ربنا يمتعهم بالصحه والعافيه ويجعل العلم اللي هم بيعلموه لنا دوت يعني ميزان حسناتهم وصدقه جاريه وعلم ينتفع به ان شاء الله. ربنا ما يحرمنا منهم ولا ما يحرمنا من عطائهم، واحنا بنقول ان شاء الله يكون عندهم حسن ظنهم ان العلم دوت نتقي به ونحاول نطبقه على مرضانا، وان شاء الله نكون سبب في شفاء المرضى. ونشكر الله على المهنه اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها علينا. الكورس دوت وراه رجاله مستشفى النيل الحقيقه، دكتور احمد شميس، دكتور احمد سليمان، دكتور سيف محمد، دكتور عمرو الحنفي، وراه شركه لا تكل ولا تمل، الراعي الرسمي لينا شركه الاكزير، بالتوفيق لها دايما ان شاء الله. النهارده يعني انا مش ليه مكان اتكلم فيه صراحه بين الاسطورتين اللي معايا، اسطوره دكتور اسامه حجازي والاسطوره واشهر تشيرمان دكتور عاطف البلتاجي. انا ساعات بتكلم والله وانا محرج، ما هكلم اسطوره اقول ايه مش عارف، بس يعني ربنا يسامحني معلش. فطبعا سامحني دكتور اسامه، سامحني دكتور عاطف. دكتور عاطف بقى يتفضل يعني يقدم المحاضره القويه بتاعت النهارده، والمحاضر الاسطوره استاذنا الدكتور اسامه. دكتور عاطف. شكرا يا دكتور اسامه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده تقريبا كده بنحتفل بمرور سنه على بدء ويبينار قسم العظام بمستشفى النيل للتامين الصحي برئاسه الدكتور اسامه عبد الرشيد. اعتقد سنه كانت عامره باحداث كتيره، لكن كان اهم هذه الاحداث ان احنا نبتدي الويبينار بتاعنا، اللي انا اعتقد انه بفضل الله وبوجودكم معانا اعتقد انه حقق مكانه كويسه جدا على مستوى ويبينارز اللي اتعملت كلها في جمهوريه مصر العربيه. لازم شركاء النجاح لازم نشير اليهم. اولا قسم العظام مستشفى النيل برئاسه الدكتور اسامه عبد الرشيد وفريق العمل اللي معاه. ثانيا الاستاذ الدكتور اسامه حجازي وتشجيعه لينا دايما وافكاره المبتكره دائما ومحاضراته التي لا تنسى، ربنا يجازيه خير عننا جميعا. ثالثا شركه الاكزير الراعي الرسمي لينا من ساعه ما ابتدينا لغايه دلوقتي وان شاء الله مكمله معانا. رابعا زملائنا واساتذتنا السبيكرز اللي لم يألوا جهدا في ان هم يجهزوا ويدونا عصاره خبراتهم في محاضرات حقيقي محاضرات عاليه جدا جدا جدا. احب برضو بهذه المناسبه ان انا اقدم واجب العزاء لدكتور احمد سليمان واحد من فرسان مستشفى النيل لوفاه والدته، واستاذ الدكتور احمد حسني لوفاه حماه. ربنا يا رب يحافظ على الجميع. النهارده محاضره اعتقد
تهم كل من يطلق عليه دكتور عظام في مصر وخارج مصر، ما هي محاضرة البون اند جوينت انفكشن. ما فيش دكتور عظام يمكن في العالم كله لم يواجه مثل هذه المشكلة. لما تكون ده العنوان وده التايتل، ولما يكون اللي هيقول هذه المحاضرة أستاذ الدكتور أسامة حجازي، أعتقد مش قدامنا جميعا غير إن إحنا ننصت ونستمع ونستمتع مع الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، رائد طب الأطفال مش في مصر بس، يمكن في الوطن العربي كله. تفضل يا دكتور أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا يعني توجه بالشكر طبعا لحضرتك دكتور عاطف اخويا الحبيب، واشكرك على المقدمة اللي قلتها، ويعني اتمنى ان انا اكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. وبشكر طبعا دكتور اسامة عبد الرشيد رئيس القسم وفريق العمل دايما، ان احنا بنكن له كل التقدير لما قدمه في العام الماضي من النشاط، طبعا شركة الإكسير، الشكر للجميع. وطبعا انا بهني حضرتك وبهني الدكتور اسامه وبهني قسم العظام في مستشفى النيل بمرور عام على الويبنارز دي. الحقيقه اللي هي كانت سبب يعني له يعني مكانه كبيره قوي وصدى جامد قوي في نفوس جراحين العظام في مصر وفي العالم العربي، وان شاء الله نستمر مسيره العطاء لقسم العظام في مستشفى النيل. الحقيقه اللي هو قسم قدم الكثير لجراحه العظام في مصر، وإن شاء الله تيجي فرصة قريبة وأنا هقدم لكم يعني زي يعني تاريخ قسم جراحة العظام في مستشفى النيل. المحاضرة النهاردة على البون جوينت انفكشن كيس بيزد ابروتش. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الكيس بيزد ليرنينج، احنا ده عبارة عن اكتف ليرنينج، احنا مش هنقعد نتكلم في معلومات نمطية، بيبقى هو غالبا ريال لايف سيناريوز، حاجات حقيقية عشان to develop skills in thinking and judgment. احنا مش بنتعلم عشان نخش الامتحان، احنا بنتعلم عشان لما يجينا عيان نعرف نفكر وناخد قرار. وزي ما بقول دايما السكيلز مش هي المانيوال سكيلز، السكيلز اللي هي الانتر بيرسونال سكيلز، اللي هي ازاي افكر، ازاي اخد قرار، ازاي اعمل انفستيجيشنز، ازاي امانج العيان سايكولوجيكالي وسوشيالي وفاينانشالي، مش مجرد ان انا ببقى حافظ معلومات بكتبها في الامتحان وخلاص. ده based on a prior knowledge، يعني لازم عشان أحل أبتدي يعني case based learning يبقى عندي knowledge وبعدين أستخدمها في إن أنا أحل مشاكل أو أعمل problem solving teaching. ده طبعا بيختلف على problem solving learning، ده موضوع تاني خالص مش مجالنا دلوقتي. هنا هن discuss clinical case وبعدين هن link knowledge اللي احنا عارفينها to practice في الحالات اللي احنا هنشوفها. الهدف ان احنا to prepare for a good clinical practice. طبعا احنا قلنا الكيس بيز ليرنينج بيعتمد على ان انا يكون عندي اجود هيستوري اند كلينيكال اكزامينشن كويس، ان انا اعمل دايجنوزس بروفيشنال دايجنوزس وديفرنشال دايجنوزس كويس، ان انا اعمل انفستيجيشنز ريليفنت او ريليتد للموضوع، ما اخشش اعمل انفستيجيشنز بلاش لازمه، وفي الاخر احط تريتمنت استراتيجي. الأوبجكتيف بتاع محاضرة النهاردة إن إحنا هنعمل أوفر فيو على البون أند جوينت إنفكشنز عشان نقدر نوصل لـ early diagnosis and management of acute bone and joint infection، وبعدين يبقى عندنا guidelines for management of chronic bone and joint infection. طيب هنا البون جوينت انفكشنز احنا يعني هم عندنا اللي احنا نعرفهم الاوستيومايلايتس هو 3 تايبس، يعني احنا بس هنا هنقول بسرعه كده يعني يعني ملخص سريع عشان نتذكر بس الحاجات دي، لان احنا طبعا ايه الكلام الجنرال يمكن تكون المعلومات مش متذكرينها قوي، فانا بحب اذكر بيها بسرعه قبل ما نخش على الكيس بيز ليرنينج. زي ما قلنا احنا عشان نبتدي نتجاوب معانا مع بعض في الكيس بيز ليرنينج لازم يكون عندي enough knowledge. فانا just to remind you by الكلام البيزكس في البون جوينت انفكشن، احنا عندنا الاوستيومايلايتس، عندنا السبتيك ارثرايتس، وعندنا الانفكتد ارثروبلاستي. بون يوجوالي ار ويل بروتكتد فروم انفكشن، يعني ربنا خالق العظم ويل بروتكت فروم انفكشن. طيب
هاو بكتيريا كان انفكت بون، يعني ازاي اذا كان ربنا خلق العظم عشان بروتكتد فروم انفكشن، طب هاو بكتيريا كان انفكت بون؟ عن طريق بلاد ستريم او فروم نير باي تيشو او دايركتلي انفيدنج بون زي في حالات التروما او الجراحه. دي الطرق الوسائل يعني ربنا خلق العظمه تو بي بروتكتد فروم انفكشن. لكن لما البكتيريا تخش البون زي اي حاجه هتبتدي يحصل انفكشن، هتخش يا اما ثرو بلاد ستريم او ثرو نير باي تيشو او دايركت من اوبن فراكشر او من سيرجري. يعني هنشوف كده السبريد ثرو بلاد ستريم. The blood stream may carry an infection from another part of the body of the bone. يعني لازم يكون في بكتيريا عند العيان دوت من مكان تاني. يعني العيان ده ممكن ربنا خلق له العظمه بتاعته بروتكتد زي ما احنا شايفين كده، العظمه دي هنا السلو بلاد ستريم بيخش في بكتيريا جايه من مكان تاني بحيث انها تخش في مكان ما في العظم اللي هو الميتافيسز اوتيفر، يبقى ده اللي هو اللي بنسميه الهيماتوجينس اوسمالايز. في بتيجي spread from nearby tissue، يعني infection from the adjacent soft tissue زي كده، يعني هيكون عندي في infected soft tissue هيخش البكتيريا منها او direct invasion من after trauma او surgery. يبقى هنا البكتيريا هتوصل العظم يا اما hematogenous يا اما direct spread from nearby infected tissue او في direct invasion نتيجة ايه trauma او surgery. ده بالنسبه للسبريد. دي صوره كده مش هنضيع وقت فيها انواع الاورجانيزم، طبعا هي بتبقى ايج ريليتد، لكن هنلاقي ان في يعني الموست كومن ستافيلوكوكس اوريس. التايبس اوف اوستيومايلايتس في اكيوت وفي سب اكيوت وفي كرونيك. لازم نعرف الثري ترمينولوجيز دي. الاكيوت اللي هو التايم اوف اونست فروم 2 تو 4 دايز اب تو 2 ويكس، ده اكيوت اوستيومايلايتس. سب اكيوت اوستيومايلايتس تايم اوف اونست فروم 2 تو 3 ويكس اب تو 3 مانس. الكرونيك اوستيومايلايتس التايم اوف اونست مور ذان 3 مانس. دي الثري تايبس اوف اوستيومايلايتس اللي احنا شفناها احنا نعرفها. طبعا هنا السب اكيوت اوستيومايلايتس هنبتدي بيه بقى. هو السب اكيوت اوستيومايلايتس بيبقى كوز باي لو فيرولنس اورجانيزم اند مور اميون بيشنتس. يعني عندي اللي عشان يحصل سب اكيوت اوستيومايلايتس الاورجانيزم هيبقى في لو فيرولنس وفي بيشنت اميونيتي عاليه. ده غالبا هيبقى انسيديوس اونست. الكومن تايب من السب اكيوت اوستيومايلايتس بروز ابسس. يبقى هنا البروز ابسس يعني احنا كنا دايما بنتعلم زمان لما كنا في الكليه في الميكروبيولوجي يقول لك الانفكشن بيحصل بيعتمد على الفيرولنس اوف ذا اورجانيزم والاميونيتي اوف ذا بيشنت. يعني فكل ما كان الفيرولنس ويك والاميونيتي عاليه كل ما كان الانفكشن هيبقى بطيء او ما يبقاش فيه انفكشن خالص. لكن لما يبقى الفيرولنس اورجانيزم هاي والاميونيتي لو هيبقى الانفكشن سيفير او اكيوت او سيريس. فهنا البرودز ابسس هو ذا موست كومن تايب اوف سب اكيوت اوستيومايلايتس. يعني لما يعني في امتحان ممكن واحد يسالك ايه البرودز ابسس، تقول ده از ا تايب اوف سب اكيوت اوستيومايلايتس. ايه سب اكيوت اوستيومايلايتس؟ ده عباره عن انفكشن بيحصل نتيجه لو فيرولنس اوف ذا اورجانيزم اور هاي اميونيتي اوف ذا بيشنت. ده البرودز ابسس ذا موست كومن تايب اوف سب اكيوت اوستيومايلايتس. الاورجانيزم ستافيلوكوكس اوريس از ذا موست كومن اورجانيزم. ذا تيبيا از ذا موست كومن بون انفولفد. يبقى عندنا هنا ده الايه المقدمه بتاعه البرودز ابسس، واحنا شايفين صوته في الاشعه هنا، شايفين الصورتين دولت هنتكلم عنهم بعد كده بالتفصيل ونشوف الحاجات اللي هم سيميوليتنج الكلام ده ايه. يبقى هنا البرودز ابسس كلينيكال فايندينج سب اكيوت انفكشن هيبقى عنده مايلد سيمبتومز اند ابسنس اوف سيستميك رياكشن. يعني اللي عنده ممكن يجي بين يجي مايلد، هيبقى عنده limb of refusal to bear weight لو حصل فرير، ممكن يبقى فيه local swelling and tenderness، ممكن يبقى فيه restricted movements due to pain. البين هو اللي هيخليه مش عارف يتحرك، مش spasm بتاع الacute infection او severe infection. يبقى هنا الكلينيكال فايندنج العنده يعني شايفين احنا الليجن ده ممكن يجي عنده mild pain ankle pain، ممكن مش عارف يدوس على رجله لو حصل فرير، وبعدين ممكن يبقى فيه ماركر يعني مايلد ليميتيشن اوف موفمنت الانكل نتيجه البين. يعني البين از ليميتنج فاكتور في كل حاجه، في الويت بيرنج وفي الايه وفي الرينج اوف موشن. ممكن يبقى فيه لوكال سويلنج اند لوكال تندرنس. يعني ده اللي عنده ممكن يجي زي ما احنا شايفين كده. هنشوف حالات كتير دلوقتي بعد مع بعض ان شاء الله
ممكن يجي بانكل بين تندر مساعدس تالتيديا مايلد ليميتيشن اوف موفمنت اوف ذا انكل نتيجه البين. طيب لما بنعمل اكس راي للبرودز ابسس او السب اكيوت اوستيومايلايتس هنلاقي سوليتري اوستيوليتيك ليجن ويز مارجنال سكليروسيس زي شايفين سوليتري اوستيوليتيك ليجن. ممكن نشوف بريوستر رياكشن وممكن ما نشوفش. فدي الايه المناظر بتاعتها وهي غالبا بتبقى ميتافيزيال ليجن ميتافيزيال ليجن. فده البرودز ابسس ده بالنسبه للسيمبتومز وبالنسبه للايمجينج. ده سوليتري اوستيوليتيك ليجن اهو لما نشوف يعني نقرا الاشعه يعني لما تشوف اشعه زي دي تقراها ازاي ده سوليتري اوستيوليتيك ليجن. هنا اوفال كافيتي سراوندد باي زون اوف سكليروسيس. والفرق بين ده وده ايه؟ ده هنا في زون اوف سكليروسيس وهنا ما فيش زون اوف سكليروسيس. وجود زون اوف سكليروسيس في العظم معناه ان الليجن ده سلولي جروينج وان البون بيحاول يرياكت ان يمنع السبريد بتاعه. فده دي نوتنج ان هنا في يعني ايه الاكتيفيتي بتاعت الليجن قليله والبون ريسبونس عالي بيحاول ان هو يليمت السبريد بتاع الليجن. فده بيبقى وجود مارجنال سكليروسيس ده از ا جود ساين في الحالات كثيره في الانفكشن او في التيومرز. معنى كده ان هنا ده از ليمتنج رياكشن من البون. فهنا لما باجي ابص على اشعه او اوصف الليجن ده اوستيوليتيك ما فيش فيه اختلاف لكن هل في مارجنال سكليروسيس مش واضح. هنا في اوستيوليتيك وفي مارجنال سكليروسيس واضح قوي. طيب المانجمنت هنا بتاع البروز ابسس ما في زي ما قلنا بالنسبه للانفكشنز في السب اكيوت اوستيومايلايتس ديبند اون ذا سيفيريتي اند ويذر ذير از اني بون دامج ولا لا. اول حاجه هنبتدي بيها هنبتدي ما احنا قلنا الليجن ده بيجي سلولي سلولي ممكن يبقى ما عندوش حاجه وفجاه يحصل له فلير يبقى لازم ابتدي الاول انتي بايوتيك تريتمنت وزود درينج في الاكيوت ده سب اكيوت. فرق كبير لما هنيجي في الاكيوت هنقول كلام تاني خالص. هنا هنبتدي انتي بايوتيكس وزود درينج لان احنا قلنا ايه لو فيريولنت اورجانيزم وهاي اميونيتي يبقى ممكن الانتي بايوتيكس تقدر ايه تتغلب عليه لان ما عنديش سب ريوستال ابسس. لكن لو العيان دوت ما حصلوش ريسبونس من الانتي بايوتيك تريتمنت بنعمل بقى الخط الثاني اللي هو درينج ديبرايفمنت اند انتيبيوتكس. الثلاثه مع بعض يعني ايه الثلاثه مع بعض؟ يعني لازم هعمل درينج ده بان انا هعمل بون درينج سيرجيكال هعمل ديبرايفمنت هنضف كويس ولازم اكونتينيوز انتيبيوتكس فور ات ليست فور ويكس. يبقى هنا التريتمنت مش مجرد درينج لا درينج ديبرايفمنت اند انتيبيوتكس. امتى اعمله؟ لو حصلش response للانتيبيوتكس او لو في سبري اوستال ابسس او الليجن ده كرونيك انفكشن. الكرونيك اوستيومايلايتس ده النوع الثاني اللي هو لونج ستاندنج انفكشن كاركترايزد باي بيرسيستنت مايكرو اورجانيزم لو جريد انفلاميشن بريزنس اوف ديد بون اللي هو السيكوستروم اند فورين ماتيريال اند ساينس تراكت. دي الكاركترستكس اوف اوستيومايلايتس. احنا بنعدي عليها بسرعه لان احنا عايزين نوصل للايه الكيس بيز ليرنينج بتاعنا مش هندي محاضره نمطيه على الاوستيومايلايتس. هنيجي نشوف بقى الكرونيك اوستيومايلايتس هو عباره عن سيكونس اوف انتريتد اكيوت اوستيومايلايتس. يعني الماجوريتي اوف كرونيك اوستيومايلايتس الهيماتوجينس اوستيومايلايتس احنا قلنا في هيماتوجينس وفي دايركت من سوفت تيشو وفي بوست اوبراتيف او بوست تروماتيك. احنا بنتكلم على الكرونيك اوستيومايلايتس اللي هو الهيماتوجينس كرونيك افتر هيماتوجينس اوستيوماكيوت هيماتوجينس اوستيوماليتس هو انتريتد فبيعمل لي بقى الاوستيوماليتس. بيبقى في سيكوستروم وفي انفلوكرام وفي كلوك. الانفلوكرام اللي هو ايه؟ الانفلوكرام اللي هو النيو بون فورميشن سيكوستروم اللي هو زي ما احنا شايفين السيكوستروم اللي هو ده ديد بون والانفلوكرام اللي هو النيو بون فورميشن والكلوك اللي هو الكافيتي او الوصله اللي بين البون والسكين. الايتيولوجي اوف اوستيومايلايتس طبعا هيماتولوجي زي ما احنا قلنا او بوست اوبراتيف او بوست تروماتيك. يعني دي 3 سورسز اوف او 3 كوزز اوف كرونيك اوستيومايلايتس. السيمبتومز اوف اوستيومايلايتس بقى هيبقى عند العيان ده هيجي لك بايه؟ يعني السب اكيوت العيان بيجي عنده ممكن عنده بين فيج بين بيرسيستنت بين
بيزيد لكن سهل انه يتعالج بالانتي بايوتكس، ومش مش 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 سيفيريتي مش عاليه قوي. الاصم الكرونيك اوسمولايتس بيبقى عنده شورت تيرم فيفر سيفير بين ان ذا انفكتد بارت اوف ذا بون، يعني او ممكن يكون عنده كونستيتيوشنال سيمبتومز. وفي الاكيوت في الكرونيك اوسمولايتس لو جالك سيمبتوماتايزنج ممكن يكون ان اكتيف وهايلي اريتابل بيشنت من البرزيستنس اوف انفكشن. الساينز بقى هنلاقي سويلنج، نلاقي زي ما احنا شايفين في ده في ساينسز ودرينج باس، وده دي كلام كلنا عارفينه. لكن لما نيجي بقى للانفستيجيشنز لازم نعمل روتين اكس راي. البون سكان ال ام ار اي ان سي تي ار اوبشنال، مش ستاندرد تكنيك، وده اللي احنا بنشوفه في البراكتس بتاعنا دلوقتي ان معظم العيانين بيجوا عاملين ام ار اي ومش عاملين روتين اكس راي. لا، البلين اكس راي از ذا ستاندرد investigation او standard imaging process. ال other investigations are optional لما نشوف احنا عايزين ندور على ايه. لا، فعشان كده انا بقول دايما نصيحة you must start by routine x-rays. ال imaging في chronic osmolitis هنلاقي فيه lytic focus on bone لها destruction معها zone of sclerosis، وهنلاقي فيه multiple cavities، وهنلاقي sequestrum اللي هو الابيض ده اللي هو dead bone، وده الانفلوكروم اللي هو الثيك اللي هو البون فورميشن، وهلاقي الكلواكة اللي هي الايه الاوبنينج بون اللي هي بيطلع منها الباس. دي اكس راي فايندينج. طبعا اللاب هيبقى السي ار بي واي اس ار والسي بي سي والبلاد كلشر لو احنا احتاجنا. السيرم لابس بقى في الاوستيومايلايتس في السب اكيوت وفي الكرونيك. وفي الاكيوت اوستيومايلايتس نعرف عنها نبذه، الوايت بلاد سيلز ممكن تبقى elevated in 25% of patients. CRP بيبقى elevated in 98% of patients with acute osmolitis. elevated within 6 hours. دي كلها حاجات لازم عارفينها. Most sensitive to monitor therapeutic response. يعني لا، انا هعرف ازاي ان العيان ده بيخف. طبعا البين هيقل، السويلنج هيقل، لكن عشان اتاكد ان البكتيريميا اتحسنت خالص هيبقى CRP هيبقى هو اللي بيمونيتور الثيرابيوتيك ريسبونس، ان هتلاقي حصل فيه دراماتيك امبروفمنت. كلاس دراجلي ذا كلينيكال بيكتشر امبروفز. بيست انديكيتور فور ايرلي تريتمنت سكسس، وده بيبقى نورمالايز وذين ا ويك. الحاجات دي مهمه قوي. ليه؟ لما بتيجي اسئله في الامتحان ولازم نبقى عارفينها. يعني لما يجي لي عيان عنده انفكشن واديته انتي بايوتكس وبعدين بقول له روح اعمل سي ار بي، يبقى عارف ان انا يعني هي هتتحسن في خلال قد ايه. يعني ما بعتوش كل يوم يعمل سي ار بي، يعني هي نورمالايز وزن اويك. يعني عشان اعمل له سي ار بي اتاكد هو ماشي صح ولا لا، مش هعملها له كل يوم. هي فايدتها هي هتعلى في اول 6 ساعات، لكن هي هتبتدي تديكلاين مع الوقت. عشان تبقى واضحه قوي لازم استنى اسبوع بين واحده والثانيه، وده مهم قوي. ودي بتيجي اسئله في الامتحان يقول لك العيان ده هعمل له عشان تو مونيتور الامبروفمنت، اعمل له الاشعه، اعمل له سي ار بي بعد يوم، بعد 2، بعد 3، بعد اسبوع. يعني بيحط لك الاوبشنز. فهو هنا بيست انديكيتور فور ايرلي تريتمنت سكسس، وبتبقى نورمالايز وزن ا ويك. فيلير افتر 7 اورز من التريتمنت، ده معناه ان التريتمنت انا مش، يعني انت لو جالك السي ار بي ما بتتحسنش خالص بعد 72 ساعه، وانت عشان تشوف انها يعني اللي عندها استفاد خالص ولا لا، لكن انت ممكن تعيدها بعد 72 ساعه تشوف ابتدت تتحسن ولا لا. لو هي ما بتتحسنش يبقى معنى كده انت ماشي في سكه غلط. يبقى هنا احنا لما بنيجي نعملها عشان تشوف السكسس بعملها بعد اسبوع، عشان تمونيتور الامبروفمنت بعملها افتر 3 دايز. دي صار طبعا بتبقى اليفيتد، لكن مش يعني دي سيجنيفيكانت انها بيحصل امبروفمنت، لكن مش زي اهميه السي ار بي. البلاد كلشر دي طبعا بتبقى لها يعني بتبقى بوزيتيف حوالي 30-50% في الحالات، ودي مش ايه يعني مش سهل ان احنا نعملها لكل العيانين. لكن احنا حاجات اللي هي البيست الانديكيتور لينا في الاكيوت او السب اكيوت او الكرونيك انفكشن هم الوايت بلاد سيلز والسي ار بي والاي اس ار. التريتمنت الاوسمولايتس هنا ميديكال سيرجيكال وتريتمنت فيلير. تريتمنت فيلير يعني ايه؟ يعني الريكرنس ريت اوف كرونيك اوسمولايتس 30%. مهم قوي لما يجي لك عيان تحط 3 برنسبلز دول قدامك. لازم تستارت باي ميديكال تريتمنت، بروبر انتي بايوتيك، شوف عنده ميديكال ايرور تصلحه،
اندرلاينج باثولوجي تعالجه، بحيث ان انت العيان ده يبقى عنده سكه تظبطه، عنده مشاكل في الكلى تكونسلت حد نيفرولوجي، عنده انيميا تبتدي تعالجها، يعني كل الاندرلاينج باثولوجي تحاول تصلحه، وتدي له انتي بايوتكس تارجتد باي كلشر. لو ما حسيتش ان في امبروفمنت يبقى هتعمل سيرجري، ولازم تبقى عارف ان الريكرنس ريت افتر سيرجري 30%، لان معنى كده ان عمرك ما هتقدر تشيل كل المايكرو اورجانيزم من انفكتد تيشو بسهوله، والاميونيتي بتاعت البيشنت بتحكم الريكرنس هيحصل ولا لا. بهنا التريتمنت كرونيك اوستيومايلايتس انتيبيوتكس، كما قلنا الاوبرتيف تريتمنت ليه برنسبلز. برنسبلز دي نعرفها زي ما قلنا بوند برادمنت، يعني كومبليت ريموفال اوف اول انفكتد اند ديفاسكولاريس تيشو. يعني لما تيجي تعمل عمليه لواحد عنده كرونيك اوستيومايلايتس لازم تشيل كل النكروتيك والديفاسكولاريس تيشو. ليه؟ لان انت بتعمل عايز تعمل تنظف، بس لا لازم يكون في برنسبل تاني. يعني هنا بقى لما اجي اعمل عمليه يبقى لازم ابقى عامل حسابي ان انا لو اضطريت اعمل اكستنسيف ديبرايدمنت يبقى لازم اعمل بروتكشن اوف بون. يبقى البروتكشن اوف بون ده وانا داخل اعمل عمليه انا شايف الليجن ان انا اعمل له في الاشعه شورت سيجمنت، ومش ولو عملت له اكستنسيف ديبرايدمنت البون مش هيتاثر، يبقى انا هخش اعمل بالسير. لكن لو لقيت ان الاكستنسيف ديبرايدمنت هيعمل نوع من البون ده هيبقى برون تو فراكشر، او هيضطر ان انا اشيل جزء بحيث ان انا البون هيبقى سيبريتد، يبقى لازم اعمل بروتكشن للبون. هنا هعمل له بروتكشن باي فيكسيتور. لازم اعمل ريكونستراكشن اوف ذا بون ديفكت، ولازم يعمل جود كفرج اوف سوفت تيشو. يبقى هنا التريتمنت في كرونيك اوستيومايلايتس مش مجرد ان اخش اكحت العظمه وخلاص، لا ده لازم اعمل very يعني very generous debridement، عشان كل ما لو سبت infected او devascularized tissue تبقى دي ميديا للأورجانيزم ويحصل recurrence، وهي recurrence يبقى very early، يبقى انت كده طولت المدة على العيان اكتر. يعني هنا لما اجي انظف خالص واعمل protection للبون واعمل good skin cover او soft tissue cover، الوقت اللي انا هاخده في المرحلة دي هيبقى مش قصير، لكن الrecurrence rate هيبقى قليل قوي. طبعا ده في مصلحه العيال لو اتحسبت بالحسابات دي. يبقى البرنسبلز في اوبرتيف تريتمنت بيعتمد على جينرس ديبرايدمنت، بون بروتكشن باي فيكسيتور او باي رادر، مثلا ممكن تعمل كاست ريكونستراكشن اوف بون ديفكت حسب بقى وفي الاخر جود سوفت، لازم العيان ده يكون عامل له جود سوفت تيشو اند سكين كفرج. الميديكال تريتمنت طبعا الانتي بايوتكس بتدي لازم، يعني لازم تدي فيري لونج تيرم فروم 4 تو 6 ويكس. وزي ما قلنا السيرجيكال ديبرايدمنت هيبقى ريموفال اوف نون فايبل ماتيريال انكلودينج بس دي تيشو اند بون اند فورين ماتيريال، ذس ريموفز نايدس اوف بيرزيستنت انفيكشن. زي ما قلنا بنشيل كل الانفيكتد تيشو، ما بقاش عندي اي فوكس موجود. الريفاسكولاريزيشن ان انا بعمل امبروفمنت للبلاد فلو، ده بيبقى ليه بقى طرق كتيره، ده مش ايه مش 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 مجالنا. يبقى هنا لما بحط الجوريزم للتريتمنت في اوستيومايلايتس، لو اوستيومايلايتس وزود بون لوس، يعني انا يبقى هعمل بوند برادمنت بس اوستيومايلايتس وز فوكال بون لوس هعمل بوند برادمنت وز بروتكشن للبون، اوستيومايلايتس وز سيجمنتال بون لوس هعمل بوند برادمنت وريكونستراكشن اوف بون ديفكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا شلت عملت جود برادمنت بس ما بقاش عندي بون لوس، يبقى ده كويس. عملت بقى عندي يعني بون لوس ليميتد او فوكال بون لوس، يبقى بعمل بروتكشن باي فيكسيتور. لو عملت يعني سيجمنتال بون لوس يبقى في الحاله دي هعمل بقى ريكونستراكشن، وده مش مجالنا دلوقتي، ده موضوع لوحده عايز محاضرتين ثلاثه. اكيوت اوستيومايلايتس مهم قوي. اكيوت اوستيومايلايتس لو جالك عيان عنده اكيوت اوستيومايلايتس هتدي له انتي بايوتكس فروم ذا ستارت، ولازم تكون بارنترال عشان تتاكد انها بتوصل للبلاد فيسلز. لكن الاوبرتيف درينج لازم يكون هو الانتي بايوتكس دي لازم هتديها، لكن في الاكيوت اوستيومايلايتس لازم هعمل اوبرتيف درينج. الاوبرتيف درينج بعمله بطريقتين، يعني لو في سابري اوس الابسس بعمله دايركت درينج، لو الابسس ده انترا ميدالري بنعمله دي كومبريشن باي مالتيبل ديفيزيال دريلنج زي ما احنا شايفين كده. يبقى هنا يعني الاكيوت اوستيومايلايتس ده انتيبايوتيك ويز اوبرتيف درينج، ايزر سبري اوستيال درينج على طول او مالتيبل
دريلينج في البون عشان تعمل ديكومبريشن. دي انواع الايه الاوستيومايلايتس، ودي زي ما احنا شايفين بيعمل نوع من الدريلينج الاوستيومايلايتس. نيجي بقى نبتدي نشوف الحاله دي ولد عنده 17 سنه عنده بيرسيستنت نيد بين اوفر ذا لاست ويكس. وزي ما بقول دايما وبنقول دايما في المحاضرات ومحاضرات الام سي كيو نقرا الهيستوري كويس، لان يعني كل كلمه لها دلاله. بيرسيستنت نيد بينز اوفر ذا لاست ويكس يعني العيان ده جاي عنده بين بقاله يعني ما بيروحش خالص بقاله اسبوعين. ادي الاشعه اهي، انا شايف ايه زي ما شفنا قبل كده ليك ليجن ويز مالتيبل سكليروز. يبقى هنا الحاله دي ممكن تبقى ايه؟ ما احنا هنا مش عشان اوستيومايلايتس تبقى كل حالاتنا اوستيومايلايتس، لا الحاله دي ممكن تبقى ايه؟ لما يقول عندنا الدايجنوزس ديفرنشال دايجنوزس، احنا قلنا الكيس بيس ليرنينج بنعتمد على هيستوري سيمبتومز وكلينيكال اكزامينشن، بنعتمد على دايجنوزس، بنعتمد على انفستيجيشنز، بعدين بنحط تريتمنت. هنا دي ممكن تبقى بروز ابسس، ممكن تبقى اوستيوما، ممكن تبقى ريزولفينج نان اوستيوماتيك فايبروم، ممكن تبقى حاجه من الحاجات دي كلها. طيب احنا قلنا ان وجود مارجنال سكليروزس معناه ان ده ليجن، او الليجن ده ميتافيزيا مش كده، والليجن ده بسن 17 سنه. يبقى دي الاحتمالات اللي احنا ممكن نفكر فيها، بروتس ابسس ستيد اوستيوما ان نان سفرينج فيبروم. طيب افتكروا ايه اللي ممكن نعمله للعيان ده عشان نوصل لدايجنوزس؟ قلنا العيان ده عنده بين بقاله اسبوعين وانا حطيت في بالي ان ده بروتس ابسس، يبقى اول خطوه هعمل له ايه؟ الانفلاماتوري ماركرز السي ار دي والاي اس ار. ده لو اكيوت فلير او في يعني فلير للانفكشن يبقى عنده السي ار بي ممكن تبقى اليفيتد والاي اس ار تبقى اليفيتد. الام ار اي عشان تو اكسكلود اذر بون ليجنز، لكن تفتكروا ابدا بيها ولا ما ابداش بيها؟ طبعا عيان زي ده جاي بقاله اسبوعين بيشتكي وانا شخصت برودز ابس، ابتدي معاه اعمل له الانفلاماتوري ماركرز، لو لقيتها عاليه هبتدي امشي معاه زي ما اتفقنا هناخد انتي بيوتكس وهبتدي امونيتور السيمبتومز والسي ار بي. بعد كده السي ار بي زي ما قلنا هتمونيتور البروجريس بتاعنا، هديله العلاج ده فور ويك، الوجع راح، السي ار بي نزلت، يبقى خلاص يبقى انت كده ده احنا متفقين ان الليجن اللي قدامنا ده الثري كوزز الاحتمالات اللي قدامنا كلها بناين كوزز، برودز ابسس استاد اوستيوما ان ريزولفينج نان اوستيوماتيك فايبروم، يعني مفيش حاجه فيها مالجنسي تخليني اخاف او استعجل. يبقى هنا الام ار اي زي ما احنا شايفين كده عليها بلس ماينس، يعني اتس ان اوبشنال. اعملها امتى؟ لو العيان دوت عمال اديله علاج وما بيخفش، يعني عشان تو اكسكلود انها حاجه من اللي فوق او تو كونفيرم انها برودز ابس. لكن هي لو جات لك في الاول بالصوره اللي احنا شايفينها دي، احنا التشخيص بتاعنا لازم اكون عندي تشخيص دايجنوزس اند ديفرنشال دايجنوزس. يبقى هنا ده برودز ابسس زي ما احنا، عشان كده احنا ادينا المقدمه في الاول احنا عرفنا عن ايه برودز ابسس. ممكن تبقى استيد اوستيوما، ممكن تبقى نان ريزولفنج نان اوستيوماتيك فايبروم. طب يبقى هنا الاستيد اوستيوما ليه مش استيد اوستيوما؟ عشان الاستيد اوستيوما هي كورتيكال اللوكيشن، هنا دي غالبا يعني تعتبر ايه از نوت بيورلي كورتيكال، اتس نيرلي سنترال اللوكيشن. البين بتاع الاستيد اوستيوما بيبقى نوكتورنال بين او ريليفد باي اسبرين اور بانان سترايدر. هنا احنا قلنا ايه البين هنا بيرسيستنت ني بين اوفر ذا لاست ويكس، يعني البين على طول. بتاع الاستيد اوستيوما بيجي يقول لك إيه؟ انا الصبح ما عنديش حاجه ابدا، بالليل ما بنامش، ما بعرفش انام من الوجع. فلا دي حاجه، يبقى البين بتاع الاستيد اوستيوما ده نوكتورنال، يعني نوكتورنال بين. في الوقت نفسه الـ هنا دي اتس ايه اللوكيشن بتاعها مش كورتيكال اللوكيشن، دي نيرلي سنترال اللوكيشن. يبقى دي مش استيد اوستيوما ومش ريزولفنج نان اوستيوماتيك فايبروما، ممكن تبقى ريزولفنج لكن ريزولفنج نان اوستيوماتيك فايبروما اولويز بينلس. يبقى هنا لما ناخد بقى، عشان كده بنقول نركز في الكلام اللي بيتقال في السيناريو، ان 17 سنه دي مالهاش يعني معناها ان احنا يعني ما يقبل لكل الحاجات، لكن
برودز ابسس لازم يكون في ذهن احتمالات على طول. لما اشوف اشعه زي دي وسيمتومز كده 17 سنه يبقى ده استود برودز ابسس استود اوسيوما ريزولفنج نان اسفينج فيبروم. زي ما قلنا الاستود اوسيوما ممكن كورتيكال لكن دي نيرلي سنترال. البين هنا بيرسيستنت الاستود اوسيوما البين بيبقى نكتورنال. النان اسفينج فيبروما غالبا بتبقى اي سيمتوماتيك. يبقى العين دوت انا شخصته ايه برودز ابس. التريتمنت اتفقنا هنا تريتمنت بتاع برودز ابسس زي ما اتفقنا هديله انتي بايوتكس زي ما هنديه فتره وبعدين سيرجيكال درينج ديبرايدمنت اند انتي بايوتيك ثيرابي. امتى؟ لو حصل فيلير تو ريسبونس او ابتدى يبقى في سبريوستال ابسس. طبعا انا عشان اعرف في سبريوستال ابسس لازم هكون عملت له ام ار اي. امتى هعمل ام ار اي؟ احنا قلنا لازم هنا العين ده زي ما اتفقنا لما هشوفه الاول ابتدي معاه بالاول التريتمنت ده الاول لان يعني ده سب اكيوت اوستيمولايتس. حصل له امبروفمنت وذين يعني زي ما قلنا 72 ساعه يعني بارشال امبروفمنت يبقى انا ماشي صح هكمل وبعد اسبوع هعيد السي ار بي تاني لو لقيتها نزلت يبقى انا كده اطمنت يبقى هكمل انتي بايوتكس ومفيش اي سيرجري. لو لقيت بعد 72 ساعه العنده ما بيخفش البين ما بيقلش السي ار بي ما بتقلش يبقى في الحاله دي انا هعمل سيرجيكال ديبرايدمنت. يبقى قبل ما بخش اعمل ديبرايدمنت يفضل ان انا اعمل ام ار اي. نيجي العيان ده 15 سنه بريزنتد ويز ني بين اتشخص اوستيوكوندرايتس ديز كانس اللي هو او سي دي زي ما انتم شايفين كده. ده اتشخص او سي دي يعني دايما احنا عندنا دايما ذهننا رايح للحاجات اللي هي بتحتاج يعني اللي احنا يعني بنحب نعملها عمليات. وبعدين راح اتعمل ام ار اي عشان يشوف ايفالويت الاو سي دي يعني هو رايح ده تشخص او سي دي وراح عمل ام ار اي. فايه لما نيجي نقرا الاشعه دي يعني يمكن معظمنا ممكن يتخم في الاشعه انه شايف عيان عنده ني بين عنده بيرسيستنت ني بين 15 سنه وعنده تندمس اراوند في الميديال جوينت لاين وعمل اشعه عينك راحت على الاو سي دي. هنا الاريا الاو دي الاو سي دي لما موجود في الميديال فيمورال كوندايل. لكن انا شايف ايه شايف الريتيك ليجن هنا الديستال فيمورال ميتافيسز ويز مارجنال يعني في سمول ريم اوف مارجنال سكليروز. يبقى انا هنا شايف ايه اوستيوليتيك ليجن. هنا الاوستيوليتيك ليجن ده في الميتافيسز وهو العين دوت جاي بايه يعني عنده بريزيستنت ني بين يعني مش 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 حاجه بسيطه يعني. فهو وبعت عمل ام ار اي جت الام ار اي بالشكل ده. طبعا الام ار اي وضحت بقى ان هنا زي ما احنا هنشوف بقى الام ار اي قالت لنا ايه هتلاقي ان في لو دنسيتي ليجن وفي كونتينيوتي ويز فايسز ويز اوبن يعني هنا في continuity with faces وفي هنا في low density continuity with faces وفيها open posterior زي ما احنا شايفين فتح posterior هنا. يبقى معنى كده ان ده ايه ده تشخيصه هيبقى ايه هيبقى broad abscess non sphenic fibroma osteoid osteoma. طبعا هنا البرود النان اسفنك فيبروما ما بتبقاش بينفري زي ما اتفقنا osteoid osteoma ده مش منظرها. لكن الام ار اي اكدت لنا ان ده رودز ابس يعني ده لو انا شفته من غير ام ار اي ومن غير او سي دي هقول ان ده ممكن يبقى رودز ابسس ممكن يبقى اوستيوما ممكن يبقى نان اوستيوفانك فيبروم. لكن البرزيستنت ني بين يشيل من التشخيصات النان اوستيوفانك فيبروم. ان الاوستيوما زي ما قلنا البين بتاعها نكتورنال هنا هي دي كورتيكالي او يعني كورتيكالي بريزنتد ممكن بس هنا الليتيك ليجن واضح قوي ان هو كبير مش ده المنظر بتاع الاوستيود اوستيوما. ولما عملت الام ار اي اكدت لك ان في لو دنسيتي ليجن وفاتح بوستيرير. يبقى معنى كده ان العين دوت عنده ايه عنده في حاجه بالدرين. يبقى التريتمنت هنا هيبقى سيرجيكال درينج على طول. طرق سامه الاول انت معانا لو حد عايز يسال حاجه نتوقف ونرد عليه. ممكن على الأشياء دي حالة تالتة بقى ده 10 year old boy complains of vague pain
along his knee over the last four, 3 weeks. دكتور أسامة معلش أنا آسف. لو في إمكانية إن إحنا ندي فرصة ليهم بعد ما حضرتك بتعرض الحالة يفكروا ويقولوا لنا رأيهم إيه على الشات. تمام. على الشات بوكس يا جماعة. هذا عن 10 سنين عنده فيك بين أراوند هيز ني وتعمل له أشعة طلعت المنظر ده. ما احنا مش كل مش عشان المحاضرة بونان جون انفكشن يبقى كله انفكشن. لكن المنظر ده بيقول عنده فيك بين يعني البين موجود وما عندوش هيستوري اوف تروما وعمل أشعة لقينا الصورة دي. الصورة دي بتقول إيه؟ أنا عندي أوستيوليتيك ليجن في الميتافيزو دافيزيال أريا وفي مارجنال سكيدروز مش كده؟ ليتيك ليجن وفي كورتيكال ثينج والديفايند مارجنال سكيدروز. يعني الأشعة دي لما نيجي لما احنا لازم نتعلم برضه نرى الأشعة في أوستيوليتيك ليجن في الدافس في كورتيكال ثينج. الكورتكس هنا ثين لما نشوف الكورتكس اللي هنا نشوف الكورتكس اللي هنا كورتيكال هنا الكورتكس هنا تك هنا في كورتيكال ثينج وفي أوستيوليتيك ليجن واضح وفي ويل ديفايند مارجنال سكيدروز. زي ما قلنا المارجنال سكيدروز ده بيديني تصور ان الليجن ده بيبقى البوم بيرياكت اوفر كم البروجريس بتاع الليجن ده. طب الاحتمالات هنا ممكن تبقى ابتدت تجي لنا الاجابات يا دكتور اسامه. اتفضل. دكتور عادل بيقول عايزين سي بي سي وسي ار بي وام ار اي. لا ما احنا عايزين نحط الاول تشخيصاتنا ايه وبعدين نطلب ما احنا مش هنبعت العين يعمل كل حاجه. وده اللي احنا عايزين نوصل له. ما انا لو العين ده جالي وبعد تعمل سي بي سي يعني الحاجات البيزك ما فيش فيها. لكن امتى هعمل له ام ار اي وهعملها ليه؟ ما دي اللي احنا عايزين نوصل له. يعني انا دلوقتي دكتور عدنان ابتدى يقول بون سيست وفي دكتور صلاح بيقول انيوريزمال بون سيست وفي دكتور محمد بيقول نان اوسيفاينج فايبروما ويز باثولوجيكال فراكتشر. تمام. هو الفيسبوك برضك الفيسبوك فيه برضك حاجات يعني. قول يا اسامه. اتفضل يا اسامه. محمد التلباني اي بي سي والدكتور جاسم عبيد لارج ليتيك ليجن وستام سكليروزس الدكتور وائل عمر نان اوسيفاينج فايبروما. هو احنا يعني برضه نقول تمام يعني هنا هنقول ايه الليجن هنا كبير وفلات مارجنال سكليروس ومش اكسباندنج البون سيست او الانيريزمال او السيمبل بتبقى اكسباندنج الكورتكس هنا في كورتيكال ثيننج فهنا ممكن يبقى بروز ابسس ممكن يكون ريزولفنج نان اوسيفاينج فايبروما ممكن يكون فايبرز ديسبليزيا. برضو بنحط الحاجات اللي هي ممكن تبقى موجوده بس يعني عشان نبقى عارفين لما نحطها يعني ده بروز ابسس لان احنا بنقول برضو العيان ده جايب بين البين ده فيك بقاله 3 اسابيع. البروز ابسس ممكن يكون عامل بين الفايبرس بليزيا ممكن تعمل بين الريزولف نان اوسيفاينج فايبروما غالبا ما بتعملش بين الا لو هي بتكتشف اكسيدنتال. طب هنا ده الدياجنوزس. طب الانفستيجيشن زي ما قلنا هنعمل الانفلاماتوري ماركرز لو طلعت كويسه خلاص لو طلعت عاليه هنعالج ما وصلناش لحل الحاله دي بنعمل الام ار اي. لكن مش على الام ار اي هنا يعني دايما عايزين نوصل لحاجه هعمل ام ار اي عشان تقول لي ايه؟ ما دلوقتي قدامي ده بروز ابسس او فايبرس ديسبليزيا او ريزولفنج نان اوسيفاينج فايبروما. اللي عملت الانفلاماتوري ماركرز طلعت عاليه يبقى دي بروز ابسس هدي له انتي بايوتكس اتحسن خلاص ما اتحسنش هنعمل له الام ار اي. احنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نعالج العيان دوت على الطبيعه. ما هو العيان ده لو جالي بيشتكي عنده 10 سنين وبقاله 3 اسابيع رجله بتوجعه وجع خفيف وما فيش تروما وبعدت تعمل رنين وبعدت تعمل كل حاجه. طب انا كلفته على حاجات مالهاش لازمه. لو طلع فايبر ديسبليزيا مش هعمل حاجه. لو طلع انا بلين اكس راي بتقول لي الاحتمالات ايه. هنا قالت ان ده ممكن يبقى فايبر ديسبليزيا ممكن يبقى ريزولفنج نان اوسيفاينج فايبروما ممكن يبقى بروز ابسس. يبقى انا لو حطيت احتمال بروز ابسس على اساس ان هنا في تندرنس زي ما قلنا في لوكال تندرنس وفي بين هدي له انتي بايوتكس ما تحسنش يبقى هعمل له الانفلاماتوري ماركرز. لقيتها عاليه هدي له انتي بايوتكس. لقيتها مش عاليه يبقى ده مش يا اما برودز ابسس مش اكتف يا اما مش برودز ابسس يبقى هيكون كل الاحتمالات الثانيه. الحاله دي ممكن اعمل الام ار اي. انت
تريتمنت هنا according to the final diagnosis. نشوف بقى الفابرس اسبليزيا هي usually asymptomatic and discovered as an incidental finding تبقى pain due to stress fracture. يعني عشان كده بنقول ايه لما لازم احط differential diagnosis عشان ما بقاش انا بفكر في اتجاه واحد. ما ده لو انا حطيت في بالي ان ده ابسس همشي في اتجاه واحد، لكن لازم احط كل الاحتمالات القائمه اللي هي السوليتري اوستيليتيك ليجن واز مارجنال سكليروز. مارجنال سكليروز معناها ان ده البون بيرياكت كويس عشان يمنع السبريد بتاع الليجن ده. هنا بقى ادي صور الفايبرز سبليزيا. الفايبرز سبليزيا دي منظر مقارب للي فات. ايه الفايبرز سبليزيا؟ هي ليتيك ليجن تبقى في الميدالري كانال، في كورتيكال ثيننج، ممكن يبقى في اكسبانشن، ممكن يبقى فيها الايه البانش اوت ابيرنس. هنا بقى التريتمنت بتاع الفايبرز سبليزيا هو غالبا نون اوبراتيف، بيبقى observation في الانسيمبتوماتيك بيشن. في حديثا بيبتدوا يدوا البيسفوسفونيد ثيرابي، ده بيدوه في حالات البوليستوتيك فايبرز سبليزيا، وفي الاوبراتيف تريتمنت لو كان في امبندنج فراكشر او في اوريدي فراكشر. لان الفايبرز سبليزيا من التيومرز اللي هي لو انت كحتها هترجع تاني على طول. يعني مش لان عشان كده لازم نبقى عارفين ان احنا يعني انا بتذكر يعني زمان كان الدكتور حسين فتاح رحمه الله كان يعني عمل حاله مره وبعدين ورانا النتائج بتاعتها، بيقول لك الريكرنس بيحصل يعني قبل ما تقفل الجرح بيكون ابتدى يحصل ريكرنس. هنا مش يعني مش كل حاجه اشوفها اجرى اعملها عمليه. هو لو انا لقيت ان هو هيبتدي يتكسر او فعلا اتكسر يبقى انا بعمل بورفراكتيك فيكسيشن وبعمل ديبرايدمنت. وال يعني في بعض كتير من الزملاء بتوع الانكولوجي انا يعني برضو كلامي في الحته دي مش ما اقدرش اعتبره هو الكلام الفيصل، لكن احنا كان عندنا محاضره من اسبوعين مع احد الزملاء من الانكولوجي في القصر العيني وكان يعني بيكومنت ان في الفايبرس سبليزيا اعمل جود ديبرايدمنت وبروتكت البون باي فيكسيشن، لكن البون جرافت مش هيبقى افكتيف قوي لانه ممكن يحصل له ريزوربشن بسرعه. فهنا لما نرجع للحاله بتاعتنا ده اوستيوليتيك ليجن اوز مارجنال سكليروزس، يبقى الاحتمالات بتاعتنا برودز ابسس فايبرز سبليزيا او نون اوسيفاينج فايبروم. الحاله دي بقى 5 year old boy presented with worsening right wrist pain or wrist swelling. يعني عنده wrist pain وwrist swelling. ادي اشعه اهي. نسمع بقى البوسيبيليتيز ايه يا دكتور اسامه كده؟ يعني حد يقرا لنا الاشعه الاول. الاشعه دي عشان نشوفها فيها lucent lesion في distal radius وفيها breosel reaction. اهي breosel reaction اهو. يبقى انا عندي lesion هنا osteolytic lesion وعندي breosel reaction. يبقى هنا الاحتمالات ابتدت الاجابات تيجي simple bone cyst osteomyelitis bone cyst. تمام. اللي هنقول برضو في فيسبوك كاتب ناس كاتبه جاينت سيل تيومر برودس ابسس. بص ما برضو ايه يعني ما هو ما الاوس مالايتس، ما احنا هنا بنقول اوس مالايتس هو ايه ما هو يعني ما هو الانيريزما اليو بي سي دي الانيريزما البونس اللي كاميرا البونس اللي قال جاينت سيل تيومر سن الخمس سنين جان سيل تيومر بتيجي بعد سن 20 سنه. هنا الايدج مهم قوي في الـ في الحاله اللي بيجي لك عايز بلاستوما برضه كوندروبلاستوما ايبيفيزيال عشان كده بنقول ايه معلوماتنا كويس اللوكيشن الايدج ال الباثولوجي او الباترن بتاع التيوم او السيست الاكس راي فايندنج. فهنا الايدج خمس سنين، يبقى خمس سنين ده انا بعدت عن جانسل الليجن هنا ميتافيزو ديافيزيال، يبقى انا بعدت عن الحاجات الامفيزيال اللي هي الكوندروبلاستوما. انا شايف ايه اوستيوريتيك ليجن وشايف بريوستر رياكشن اهو بريوستر رياكشن، يبقى ده ممكن يكون اوستيومالايتس او بونسيست. ده التشخيص بتاعي. هل هنا محتاج اعمل ام ار اي في الوضع ده؟ لا، محتاج اعمل على طول ايه الانفلاماتوري ماركرز اللي هو سي ار بي والسي ار
النكست ستيب اوف مانجمنت يعني انا عملت الحاجات دي، لو لقيتها عاليه هبتدي ادي له انتيبيوتيك ثيرابي وسيرجري از انديكيتد اف نو كلينيكال امبروفمنت اوبتيند وذين 48 اورز، يعني انا هدي له انتيبيوتكس ما تحسنش يبقى لازم اعمل له ايرجنت سيرجيكال درينج. ده امتى؟ لو لقيت السي ار بي والاي اس ار عالي، لو لقيتها مش عاليه يبقى ده غالبا بون سيست. عشان كده يعني هنا اللي احنا عايزين نقوله ان الموضوع ان انا يعني التريتمنت لازم يبدا يعني جايدنج الانفستيجيشنز، يعني انا دلوقتي بحط بروفيشنال دايجنوزس حاله زي دي، ده اوستيوليتيك ليجن، يعني ده اللي احنا عايزين نقرا الاشعه وفي بيوس رياكشن خلاص، يبقى ده زي ما هم قالوا بالظبط اوستيومايلايتس او بنسيست خلاص اتفقنا. طيب على ارض الواقع بقى لما تجي لي حاله كده كده هعمل هعرف ازاي؟ سهل قوي، يعني اسهل حاجه على العيان ابعته يعمل السي ار بي والاي اس ار والسي بي سي لو كنت عايز، هيروح المعمل هيعملها يجي لك ثاني يوم مع النتيجه، ده هبعته يعمل ام ار اي. دكتور اسامه نعم. طب هو هنا مش انه في ورسنج رايت ريست بين دوت مش اكسكلود انها بون سيست؟ ما هو بالظبط كده، ما هو ممكن الورسنج نايت رايت ريست بين ده ممكن يكون فيه باثولوجيكال فراكشر، بس هو هنا مش مفيش في الاكس ري لا مش باين. ما هو لا يعني لو جالك العيان ده عنده ريست سويلنج وبين من الاول انت بتسبكت ان في حاجه يعني اكيد، عملت الاشعه طلع المنظر ده، ما هو دايما البلين اكس راي هي اللي بتحل المشكله. ده لو راح عمل ام ار اي مش هيدي لك كلو لاي حاجه، هيجي لك يقول لك في فلويد ديفل او ما فيش فلويد ديفل وهيدخل، لكن البلين اكس راي ذا موست انفورماتيف في كل الماسكولوسكليتال ديس اوردرز. الحاجات الثانيه اللي هي بنسميها الكروس سكشنال ايمجينج دي بتبقى جاي، يعني هي انت بتطلبها على حسب انت عايز تشوف ايه، مش ان انت مش هي البرايمري ايمجينج لكل الحالات. فهنا انت جالك العيان دوت سواء كده او كده انت ما عندكش لوم، اديله اعمل له التيومر الانفلاماتوري ماركرز، طلعت عاليه اديله انتي بايوتكس، ما خفش ممكن تعمل له درينج او ممكن تعمل له ام ار اي. لكن هنا ما فيش ايه حاجه تختلف فيها كتير، لان ده واضح ان ده يعني كلينيكال يعني كلينيكالي او انفكشن او بون سيست. الاوبرتيف تريتمنت اللي هو درينج زي ما قلنا ديبرايدمنت وانتيبيوتيك ثيرابي، وده يعني ما فيش فيها. طب نشوف الحاله دي بقى 15 year old male female presents with right knee pain that acutely worsened over the prior 4 days، يعني عندها بين بقاله يعني زاد قوي في اخر 4 ايام، ما فيش عندها فيفر ما فيش عندها راشز، كلينيكال اكزامينشن في سويلنج اند وورمز اراوند ذا بروكسيمال تيبيا، دي اشعتها اهي، يعني هي الست دي جايه عندها بين زاد قوي في اخر 4 ايام، ما عندهاش حراره ما فيش اي راشز، الاكزامينشن شايف في مايلد سويلنج اند وورمز اوفر ذا رايت بروكسيمال تيبيا، طبعا كلينيكال الاشعه اهي شايفينها. الاشعه دي بتقول في ايه؟ لما نقرا الاشعه في عندي اوستيوليتيك ليجن ال ديفايند ليجن، يعني هنا شايف الليجن هنا اوستيوليتيك ال ديفايند في الميتافيز اوف ذا تيبيا واكستند ان ذا دافس، يعني هو هنا واخد ايه فيزيو ميتافيزيو دافيزيل، يعني واخد ال3 وهو اوستيوليتيك زي ما احنا شايفين وال ديفايند تمام. طيب يقولوا لنا الاحتمالات ايه؟ هي عندها 15 سنه برضو نحط السن فاكتور، وعندها نيب بين من فترة لكن زاد قوي آخر 4 أيام، ما عندهاش حرارة ما عندهاش راشز في الاكزامينيشن، في زي ما شفنا التندرنس على البروكسيمال تيبي، ادي الأشعة اهي ودي بتخليني بقى خلاص عرفت ان دي 15 سنة. دكتور اسامة ايه لازمة الراش هنا يا معلش لأن جديدة دي؟ لا يعني بتبقى حاجات مسليدنج على أساس ايه؟ يعني ممكن تكون عندها حاجة يعني يعني تكون حاجه في الايتيولوجي. عندها سكن ليجن حاجه كده. هو في جاينت سيل تيومر. ما برضه هنرجع نقول 15 سنه. 15 سنه. انفكشن او كوندروبلاستوما.
اوستيوساركوما. بالظبط كده، هما الاثنين دولت الاثنين القريبين. ما احنا قلنا نيوبلاستيك الاوستيومايلايتس ده انفكشن. النيوبلاستيك اللي قال كوندروستوما صح، اللي قال اوستيوساركوما صح. يعني ممكن تبقى ايه تيبيكال فورم اوف اوستيوساركوما. وهنا مهم قوي ان الحاله اللي زي دي، ان انا شايف الليجن اوستيوليتيك ال ديفايند، يبقى الموضوع هنا شكله مريب. اوستيوليتيك ال ديفايند، يبقى هنا انا حاطط. يعني الحالات اللي فاتت كلها انا كنت بخش في الديفرنشال دايجنوزس ما بين انفكشن او بينايل ليجنز، ما كانش في عندي في الديفرنشال دايجنوزس في الحالات اللي فاتت بوسيبيليتي اوف مالجنت ليجن. هنا في بوسيبيليتي اوف مالجنت ليجن، ممكن يكون كوندرو يعني نيوبلاستيك ليجن، يعني ممكن يكون كوندروبلاستوما، ممكن يكون اس ساركوما. يبقى هنا الخطوه اللي بعد كده اعملها تكون ايه؟ يعني في حاله زي دي، هل هنا بقى ابدا معاها الانفستيجيشن زي ما كنا بنقول تريتمنت وبعدين اعمل انفستيجيشنز، ولا ابتدي بالانفستيجيشنز ابتدي بخش على الانفستيجيشنز على طول وتبقى كلها يعني ماشيه في اتجاه واحد؟ الحالات اللي فاتت كنا بنقول هندي تريتمنت وهنعمل الانفلاماتوري ماركرز الاول، هندي تريتمنت اللي مش هيتحسن هنعمل له ام ار اي. هنا ما ينفعش استنى، هنا ما ينفعش استنى، يبقى هنا هعمل الانفستيجيشنز اللي هعملها، لان انا حاطط في الديفرنشال دايجنوز بتاعي البلاستيك ليجن، يبقى هنا هعمل الانفلاماتوري ماركرز وهعمل الام ار اي. يبقى هنا الام ار اي هنا هنختلف ليه؟ لو انا حاطط في بالي من الديفرنشال دايجنوزس بوسيبيليتي اوف نيوبلازم وبوسيبيليتي اوف مالجنسي، يبقى ما اضيعش الوقت، يبقى لازم اعمل ام ار اي وعارف بعملها ليه يعني. مش لكن هنا ولازم اعمل برضو الانفلاماتوري ماركرز عشان تبقى جايد ليا في التريتمنت. هل هنا فهذا الايمنج ليها رول يا باشا؟ الايمنج ساركوما. ما هي النيوبلاستيك هتشمل كل حاجه. هتبقى الايوينج ممكن، لان الايوينج ميلي دافيزيه. الايوينج ميلي دافيزيه. دافيزيه. يعني هي نازله شويه على النافذ، بس بصراحه هي اكتر من دافيزيه الحقيقه. لا ما هي بص، يعني احنا بنتكلم على الشكل ده، ممكن يبقى ايه؟ ده ممكن يبقى انفكشن، ممكن يبقى كوندبلاستوما، ممكن يبقى ايه تيبيكال اوس ساركوما، لا تيلانجيكتاتيك تايب اوف اوس ساركوما. لكن ايه يعني عشان ما يعني العيان ده ما يخسرش هنا على طول هدي له هعمل له الانفلاماتوري ماركرز وهبعته يعمل ام ار اي على طول على طول. طبعا هتدي له البين كيلرز والحاجات هنا البات كاونت بتاعها كان عالي، والريفرنس يعني عندها السي ار بي عاليه وعندها الهوت بلاد سيلز عاليه. يعني ده برضو بيخليك ايه يعني، ما هو انت بتاخد كل حاجه مع بعضها، بس هنا ما ينفعش اتاخر في الام ار اي. الحالات اللي فاتت كنت حاطط مش ما فيش عندي مالجنسي في الديفرنشال دايجنوز، فما كانش عندي سترونج نيد ان انا اعمل ام ار اي الا لو انا محتاج حاجه يعني عشان اعمل سبيشال تريتمنت. هنا اهميه ان انا امشي باللاب والايمجنج مع بعض، ان اللاب هنا طلع لي ان في ليكوسايتوزس، ان في السي ار بي بتاعتها 43 يعني عاليه. يبقى هنا طب ادي الام ار الام ار اي اهي، عملت الام ار اي طلعت الام ار اي اهي. هنا بقى ايه البلاك اروز دي كل الحاجات اللي موجوده هنا، الوايت ارو ده بيقول ان في سب كوتينيوس فلويد كولكشن، سب كوتينيوس كولكشن، وده لو انتنسيتي ليجن. يبقى هنا في لو انتنسيتي ليجن وفي سب بريوستيال او سب كوتينيوس كولكشن. يبقى التشخيص هنا ايه؟ اوستيومايلايتس. يبقى في الحاله دي احنا بعالج اوستيومايلايتس، بس هنا الخطوه اللي اتعملت من البدايه كانت خطوه صح. انا حطيت الاحتمال ده انفكشن او بريجنسي. لو انا وانس ان انا الام ار اي طلع لي ان في سب كوتينيوس كولكشن، يبقى معنى كده ان ده محتاج ارجنت درينج، زي ما قلنا درينج ديبرايدمنت اند انتيبايوتكس. يبقى هنا الايه الحاله دي لما نرجع لها تاني اهي، السيستم اللي انا بمشي بيه ان انا من الهيستوري ان البين بقى سيفير
اخر 4 ايام، معنى كده ان في حاجه يعني حصلت، يا اما انفكشن فلير، يا اما حاجه يعني في اكيوت باثولوجي حصل. الخطوه اللي انا اعملها ان انا لازم احط ديفينيشن دايجنوزيس قصادي الخط الانفستيجيشنز اللي بعملها. طالما انا حاطط هنا مالجنسي او نيوبلازم يبقى لازم اعمل ام ار اي. هنا الليوكوسايتك كاونت او سي بي سي طلع لي في ليوكوسايتوزيس وفي سي ار بي عالي، يبقى انا كده ماشي في سكه الانفكشن. الام ار اي اكد لي ان الكلام ده ان في سبكوتينيوس كولكشن ولو انتنسيتي ليجن زي ما احنا شايفين، يبقى انا بعالج اوستيمولايتس. يبقى هنا العيان دوت ما فيش مجال للانتظار، يبقى لازم عايز ارجنت درينج للحاله. سيرجيكال ديبرايفمنت فورد بانتي بايوتكس على طول. نيجي للحاله دي بقى، 10 year old boy complains of 2 days of worsening right knee pain. وجع جامد في الرايت نيه. Is unable to ambulate on the leg. هنا الكلام مهم قوي. Denies any history of trauma. وده عنده 10 سنين. يعني ما نقدرش نقول انه مش عارف انه وقع ولا لا. الحرارة 37 وتم شرب. Physical examination في focal tenderness of the distal femur. زود palpable fluid collection. يعني ساعات انت تلاقي العيان ده جاي عنده fusion في النيه. ده وضع مختلف. ايه صار 68 السي ار بي 14. يعني لما نيجي الهيستوري بتاع العيان دوت، عيان عنده نيب بين تندرس على يعني ومش قادر يدوس على رجله، يعني هو مش قادر يدوس على رجله، يعني دي برضه حاجه جديده مهمه قوي اللي هو انيبل تو امبيوليت. ودي احنا حاجه في المحاضره اللي احنا قلناها في الليمبنج تشايلد، قلنا في حاجه اسمها ريد فلاج. ريد فلاج يعني ايه؟ يعني اللمبه حمراء نورت. العيان اللي هو يجي يقول لك انا بقالي 3 ايام مش عارف ادوس على رجلي، يبقى في حاجه سيريس عنده. لكن اللي يجي يقول لك انا عندي وجع لكن بروح المدرسه وبلعب كوره وبتشاق واخر اليوم يرجع يزن يعيط وينام، لا ده ممكن يكون حاجاته كلها بسيطه. لكن ان هو از نوت انيبل تو امبيوليت على رجله، يبقى معنى كده ان ده ريد فلاج. يبقى لازم افكر ان في حاجه يا انفلاماتوري يا مالجننت يا اما هيد اند باثولوجي. هنا ايه الاحتمالات؟ في بقى اجابات اوستيومايلايتس، ايوه اوستيوساركوما، استني لسه اجابات اخرى. هي اكيوت اوستيومايلايتس هنا وسيبتيك ارثرايتس واكيوت اوستيومايلايتس. هو هنا قال يعني هو اللي قال سيبتيك ارثرايتس. يقول هنا ايه برضه نقرا الكلام focal tenderness of the distal femur وزود بالبابل فلويد كولكشن. يعني انت مش حاسس في فلويد في يبقى مش اول يعني هنا. وهنا ايه؟ هنا هنقول ايه الكلام ده يمشي مع ايه؟ يعني ان الهيستوري من الكلام اللي عندنا في السيناريو ان مفيش فلويد بالبابل فلويد. ما هو طالما مفيش بالبابل فلويد، الفلويد احنا بنحسه فين؟ في النيه. والسي ار دي 14 مش عالي قوي والاي اس ار عاليه. لكن هنقول ايه؟ ما احنا هنا هنقول لازم the presentation is consistent with acute infection. كويس؟ هم اللي قالوا استمالات صح، هو ده acute infection. No palpable fluid in the knee، يبقى ده not consistent with septic arthritis of the knee. يبقى most likely acute osteomyelitis. Most likely acute osteomyelitis. هل الاكوت اوستيومايلايتس بيدي اكس راي فايندنج في الايرلي؟ لا، بتاعته قدامنا اهي. وادي ده بروفيشنالي اكوت اوستيومايلايتس ده النكست ستيب اوف مانجمنت. يعني الحاله دي احنا ممكن نشوفها، يجي لك طفل عنده سيفير بين في الديستال فيمر، الاي اس ار والسي ار بي عاليين، ما عندوش افيوجن. لو عنده افيوجن هتعمل اسبريشن وتشوف الفلويد اللي يطلع ده شكله ايه. لكن انت قلت ان ده ماشي مع اكيوت انفكشن، يبقى نكست ستيب اوف مانجمنت هنعمل انتي بايوتيك ثيرابي وبعدين ام ار اي اف نو ريسبونس تو كونفيرم دايجنوزيس اند اسيست بلاننج اسيست ان بلاننج. لان زي ما هم قالوا انفكشن وقالوا ساركوما، الكلام ده ماشي برضو. الحاجات اللي زي ما قلنا الريد فلاج الانفكشن، لان طبعا الديوريشن هنا قد ايه؟ بقاله يومين. الساركوما مش هتفرير قوي في يومين. فهنا هديله انتي بايوتيك ثيرابي وبعدين اذا ما حصلش ريسبونس بنعمل ام ار اي تو كونفيرم دايجنوزيس. لو عشان خاطر البلاننج فور بايوبسي اند كالتشر، يبقى هنا
الحالة دي لو أنا شخصتها يبقى لازم أبتدي على طول urgent antibiotic، ولو ما عرفتش أوصل لديagnosis لازم أعمل MRI، لأن أنا قدامي اختيارين كلاهما صعبة، acute osteomyelitis أو malignancy. يبقى أنا بعمل الـ MRI عشان أشوف أنا هعمل إيه، يعني الـ MRI هتديك رؤية أوضح من الكلام ده. ليه urgent drainage؟ دكتور أسامة معلش، دكتور أسامة دلوقتي احنا بنقول في الاكيد اوستيومايلايتس ما بيبانش اني اكستراي فايندينج في الايام الاولى، تقول لنا ايرلي اوستيومايلايتس قبل ما تبان اكستراي فايند، هل هو الام ار اي، هل سكان بون سكان، حضرتك رايك ايه؟ هي الام ار اي هتبقى اوضح لانها هتدي يعني ال ما هو البون سكان هيدي لك برضو ايه هوت سبوت في الحالتين، لكن مش هيقرا لك الايه الباثولوجي شكله ايه. فالام ار اي اكتر حاجه اوضح يعني، دي حالات ممكن تشوفها بس بيبقى ايه زي ما بنقول ما نعملش انفستيجيشنز الا لما احتاجناها. هنا الحالات اللي زي دي بتحتاج ان انا طالما يعني الاكس راي مش واضحه قدامي والتحاليل فيج قدامي يبقى هدي انتي بايوتكس. ده هنا يعني الكلام السؤال ده جه سؤال مره في الامتحان يا دكتور عاطف، هنا الانتي بايوتك هتبقى امبيريكال انتي بايوتك يعني النو بيزس، بس انت بتديها ليه؟ لو طلع انفكشن يبقى انت بتدي له الانتي بايوتكس، لو طلع ساركوما انت ما خسرتش حاجه صح. لكن لو انت عملت العكس فضلت مستني لما يروح يعمل ام ار اي ويجي لك بعد 4-5 ايام وهو انفكشن والانتي بقى ممكن يخش بقى في سيبتسيميا، ممكن يعني الموضوع يبقى اجريفيتد اكتر. فهنا التريتمنت هنا انتيبيوتيك امبيريكال يعني اون نو بيزس، لكن عشان خاطر انت قدامك اختيارين يا انفكشن يا ساركوما، فما عندكش لو طلع انفكشن العيان استفاد، لو طلع ساركوما العيان ما خسرش حاجه. في حاجه مهمه يا دكتور سامح هنا ليه يا دكتور سامح؟ اتفضل. نعم في حاجه مهمه هنا حضرتك. دلوقتي في خطره فيها جامد ما بين الاكيوت اوستيومايلايتس وما بين المالجنسي، فهل حضرتك تنصح ان يبقى في ايرجنت درينج رغم ان هو في بوسيبيليتي في مالجنسي، ولو عملنا فتحنا العيان في الستيج ديت ما هو الدرينج ممكن لا احنا لا بقى لا لا ممكن ما هو لازم نعمل بص عشان ايه لا لا ما انا عايز اقول لك على حاجه، ما هو الحاجه اللي احنا بنقولها بالنسبه للانكولوجي، لو انت شخصت حاله تيومر ما تعالجهاش ابعتها لحد بتوع الانكولوجي على طول. ليه؟ لان التريتمنت جايد لاينز عندهم اختلفت عن اللي احنا نعرفه. طب ليهم فهي الفكره ايه دي؟ لو احنا عملنا ام ار اي وطلعت انها تمشي مع ساركوما خلاص محدش هيقرب لها، هتروح بعتها على طول للايه للاورثوبيديك انكولوجيست. ودي المسج اللي حضرتك انا يعني حسيت ان حضرتك عايز توصلها، انه موضوع ان تفتح عيان اوستيومايلايتس ما تفتحوش كامرجنسي، اصبر شويه لغايه ما تتاكد، لان ممكن في بوسيبيليتي اوف مالجنس، اصبر شويه لغايه ما تتاكد لان ممكن تكون دي مالجنس، فتريتمنت بلان اختلفت خالص وانت ممكن تضر عيان لو فتحت. هو بالظبط كده، ما هو هنا احنا بنقول ايه، احنا هنا وظيفتنا نشخص يعني، لكن مش مهمتنا نعالج بالنسبه للتيومرز. يعني انا مثلا ايه محاضرات الاورثوباتيك انكولوجي طبعا كل واحد بيعرضها باسلوبه، انت بتنقل خبره الاساتذه بتوع الانكولوجي عشان يعرفوا يعني احنا بالنسبه لنا احنا نعرف ان في ميثودز اوف تريتمنت كتير قوي هم بيوجدوها، وحاجات دي بقت بتعمل لبس يعني بتعمل سيفنج للعيان وسيفنج للليمب بطريقه غير اللي احنا كنا يعني الكلام القديم ده ما حدش بيعمله خالص، دلوقتي كلها حاجات جديده وحاجات بتدي نتائج كويسه ونتائج مبهره. وهم بيقولوا من زمان قوي، من اول ما اتعملت الجمعيات الانكولوجي واول ما ابتدت الكلام ده من 15 سنه يعني، وانس ان انت دياجنوز الحاله ابعتها عشان تمشي في التراك الصح. فهنا هنا انت قدامك اختيارين، ما اقدرش افتح، لان حتى يا دكتور اسامه مع احترامي لحضرتك حتى البيوبسي عندهم ليه رولز مختلفة عن بالظبط بالظبط بالظبط. ما بص حضرتك اللي انت ممكن تقل اتفضل هنا مكتوب ال ام ار اي امبلاننج تو ابون بايوبسي. ليه بقى؟
هنا البومبا يبسي اللي انا هعمله هل يعني هنا اللي بيحدد لك في الام ار اي ايه؟ ما بتوع كل الراديولوجي اللي بيحدد هل العيان ده هو حاسس ان في سسبيشس اوف مالجنسي، هو هيبريفير يعمل ام ار اي جايدد بايوبسي؟ وانت برضو عيان زي ده مش هفتحه اوبن وهو ما فيش قدامي ليش اخد منه؟ الدنيا مش واضحه. هو لو شاف ان ده ايرلي مالجنسي هو هياخد بقى اي ام ار اي جايدد او سي تي جايدد بايوبسي، هتبقى حاجه يعني تبقى يكون بلانج ابون بايوبسي اند كالشر. يعني ده لو طلع انفكشن يعني الام ار اي هي ايه هيدي له تصور الايه الخطوه اللي بعد كده. فهو هنا اللي احنا بنقوله ايه، ان لو انفكشن هنعمل له ايرجنت درينج حتى لو انا مش شايف حاجه، لو مش انفكشن هبعته للانكولوجيست بيزد على الام ار اي فايندنج. يعني عشان كده احنا ما حطيناش الاشعه بتاعت الحاله دي، لانها يعني احنا مش احنا هنا الحاله دي احنا بنفترض ان العيان ده قدامنا دلوقتي يا دكتور عاطف طلع لك من الام قال لك ان ده انفكشن، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل دريلينج زي ما قلنا في الاول. الحالات اللي انا مش شايف فيها سابريوس الابسس بعمل مالتيبل دريلينج في السيجمنت اللي انا حاسس ان هو فيه. الام ار اي بقى هيقول لي ان هوتش سيجمنت اللي انا هخش فيه، هل هو الديستال ثيرد الجنكشن بين الميدل واللور ثيرد حسب الايه الام ار اي فايندنج. بنعمل له مالتيبل دريلينج بالدريل هولز وخلاص. لو هو قال لي ان ده سبيشس اوف مالجنسي يبقى الخطوه اللي بعد كده هتقول له ايه الام ار اي جايد بيوبسي وابعته للانكولوجيست على طول. يبقى ده المسج بتاعت الحاله دي. ده هنا بنقول بقى ليه نعمل هو ايرجنت دريلينج فور دايجنوز اكيوت اوستيومايلايتس. يعني احنا لو شخصناها اوستيومايلايتس اكيوت هنشوف ايه الاشعه دي، اشعه اوستيومايلايتس في الاول خالص ما كانش في حاجه. يعني هنا الفيرست اكس راي نورمال زي ما احنا شايفين، لكن العيان بعد كده بيبتدي بقى بعد 14 يوم ابتدى يحصل الكلام ده. يبقى دي انا شفتها، يعني دي حاله طبعا دي حاله من مش 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 من عندي، دي حاله من على النت. العيان دوت يعني تشخص يعني جايب اكيوت بين، تشخص اكيوت اوستيومايلايتس تيبيا. انت بقى لو شايف ان العيان ده بين سيفير بين وتندر بوينت عاليه قوي والعيان مش قادر يتحرك زي ما قلنا يعني بلتو امبيوليت وحرارته مش حرارته عاليه وعنده ليميتد موفمنت من السبازم ومن البين وعملت الاشعه دي وما طلعتليش حاجه بتبعته يعمل ام ار اي طلع لك ان انفكشن، يبقى لازم اعمل اميديت دريلينج عشان تسيف الايه البون. لو انا سبته هيحصل كده، هيبتدي بقى يحصل ايه الفيرذر بون ديستراكشن اللي حاصلين. شايفين هنا بقى ابتدى يبقى فيه بريوستر رياكشن وابتدى يبقى فيه كافيتي وابتدى يبقى فيه ديد بون. فهنا دي بتوريني اهميه ان انا اعمل ايرجنت دريلينج، وبتوريني برضو ان العيان دوت لما جه ما كانش عنده حاجه في اول 48 ساعه الاشعه زي الفل العيان. فعشان كده بقول العيان مهم، العيان ده ومن هنا جت كلمه الريد فلاجز. الريد فلاجز دي معناها بتقول لك ان في حاجه هنا خطر دور عليها، كل تخصص عنده الريد فلاجز بتاعته. فطبعا هنا دي بتوريني اهميه ان انا اعمل ايرجنت درينج لو حالات متفزيه الاوستيومايلايتس. دي حاله ثانيه بقى 7 year old boy presenting with worsening left knee pain over the last weeks. يعني البين بتاعه سيفير بقاله اسبوعين. He was unable to bear weight through the left lower extremity بقاله 24 ساعه مش قادر يمشي على رجله من اخر 24 ساعه. دكتور اسامه معلش انا اسف بقطع. اتفضل. الحاله اللي فات في دكتور ايميل بيقول لحضرتك ليه ما دخلتش العيان ادميتد تو هوسبيتال وياخد انتي بايوتكس 48 ساعه وبعدين اذا ما فيش امبروفمنت نعمل له دريلنج. لا ما احنا قلنا الانتي بايوتيك اما دي ما فيش فيها اختلاف، هو النكست ستيب اوف مانجمنت اديله انتي بايوتكس كويس ما تحسنش. تمام. ما هو الانتي بايوتكس اللي هتقول لي اتحسن ازاي؟ هلاقي دراماتيك امبروفمنت في 48 ساعه، دراماتيك امبروفمنت. يعني لو ما حصلوش دراماتيك امبروفمنت يبقى هعمل ام ار اي، ما هو ده اللي احنا قلناه. هو ده مش محتاج ادخله المستشفى.
هنا النكست ستيب اوف مانجمنت بتبدأ بايه؟ انتيبيوتيك ثيرابي. زي ما قلنا في المحاضره من الاول خالص، الانتيبيوتيك في الاكيوت كونديشنز لازم يكون ولازم اشوف دراماتيك ريسبونس وزين ماكسيمم 48 اورز. لو ما حسيتش بدراماتيك ريسبونس في خلال 48 ساعه يبقى لازم يا اما انا ماشي في سكه غلط يا اما الدياجنوزس غلط. تمام. نقطه مهمه حضرتك اشرتها ان الانتي بايوتكس في الاكيوت اوستيوبرايتس لازم يستمر على الاقل من 4 لـ6 اسابيع، مش مجرد اسبوع ونقط. تمام، اتفضل يا بيه. يعني دي حاله برضو، يعني واحد 7 سنين عنده ورسنج ليفت ني بين اوفر ذا لاست 2 ويكس، يعني رجله وجعاه بقى لها اسبوعين بتوجعه قوي، لكن اخذ 24 ساعه مش قادر يدوس عليها، والني والليج اور ما تندر، والحراره 39. وادي الاشعه بتاعته اهي، الاشعه قدامنا نورمال اكس راي، يعني ما احنا مش شايفين فيها حاجه، لكن طفل 7 سنين حرارته عاليه مش قادر يدوس على رجله، وهو بقى له اسبوعين برجله بتوجعه، لكن يعني ايه بياخد بروفين بياخد باراستامول بتاعه، جالك بقى بعد من يوم بالظبط من 24 ساعه مش قادر يدوس على رجله وحرارته 39. طبعا التشخيص هنا هيكون ايه؟ سهل قوي هنا. اوستيومايلايتس بي سسبكتد، مفيش فيها يعني السيناريو ده ما يمشيش غير مع اوستيومايلايتس. طب انا مش شايف حاجه في الاشعه، يبقى ايه الخطوه اللي اعملها بعد كده؟ يقولوا لنا كده هم يا دكتور اسامه، ابتدوا يقولوا يا بيه سي بي سي، يبقى هنعمل وحد قال سيبتك ارثرايتس سي بي سي وبي اس ار وسي ري اكتف بروتين. في ناس طالبه اكس ري على الهب هنا. ما هو برضه ايه يعني احنا بنقول ايه الني اند ليج ار وورم اند تندر تو بالبيشن، يعني ايه يعني ما احنا عندنا السيتويشن بتاعنا جالك عيان كل مشكلته انت حاسسها في الليج وفي الني، يبقى الهيب مش هي دي الاساس دلوقتي. بالظبط. وذا موست ابروبريت نيكست ستيب، يعني اول اهم حاجه شود بي البيشن ده از تو ايل فور اوبزرفيشن، يبقى دايجنوزس ماست بي ميد بيفور انتيبيوتيك ستارت. يبقى هنا العيان اللي زي ده هيختلف عن العيان التاني في ايه؟ العيان ده بقى له اسبوعين تعبان مش عارف يدوس على رجله، لكن جالك بقى عنده حراره وعنده رجل ورمه وتندر ويعني ما ينفعش ان انت تدي له هنا بقى اتس تو ايل فور اوبزرفيشن. يعني العيان التاني كان الموضوع اهدى شويه، هنا هو نفس الحاله، بس ده السيتويشن اللي هو جاي عنده ان حرارته عاليه هو از تو ايل فور اوبزرفيشن. يبقى هنا لازم احط دايجنوزس قبل ما ابتدي تريتمنت. هحط دايجنوزس ازاي؟ في ناس بتفكر برضك تفكيرات قد شويه، يعني في حد كاتب هنا الترا ساوند، عايز يعمل الترا ساوند تقريبا على العنيه. يعني هو ده اللي احنا عايزين نوصل له يا دكتور اسامه في المحاضره، ان احنا لما نطلب انفستيجيشن انا عايز اشوف ايه. ما هو هنا لو في فلويد كولكشن، لو في فلويد العين هيبان ان ايه؟ هيبان كلينيكالي. ما هو هنا بيقول الني اند ليك ار ورم اند تندر مش سولن، ورم اند تندر. ما هو لو هي سولن ورم اند تندر هيبقى موضوع فيه كلام تاني. الحاجه هنا الهدف بتاعي هنا في العين ده ايه؟ احنا اتفقنا ان العين ده تو ال ان انا ابتدي انت يعني مش محتاج، انا عايز اخش ابقى عندي دايجنوزس واضح على طول. الحاله اللي فاتت قلنا هنديله انتي بايوتكس 48 ساعه وبعدين نبتدي نعمل الانفستيجيشنز بتاعتنا الثانيه لو احنا ما تحسناش. العيان ده اهم حاجه عندي في العيان ده ايه؟ ان انا تو اكسكلود مالجنسي، مش كده؟ اكسكلود مالجنسي. هاو تو اكسكلود مالجنسي في عيان زي ده؟ اعمل له ام ار اي طلعت فيها حاجه خلاص، ما طلعش فيه حاجه يبقى انا بعالج انفكشن، يبقى هنمشي زي العيان اللي فات بالظبط، اعمل له دريلنج. لكن هنا العيان دوت جاي بسيفير كونديشن، العيان الثاني كان الحاله بتاعته اقل من دي، وبعدين هنا الحراره عاليه والتندرنس واضحه، وفي الوقت نفسه هنا الهدف بتاعي ان انا لما الاقي عيان عنده سيفير سيمتومز وفي في ديفينيت ساينز موجوده
يبقى لازم قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه افكر ان انا اعمل له اكسكلود ايه مالجنسي. اكسكلود مالجنسي بقى ان انت، لكن مش محتاج ان انا ويت اند سي، يعني ده العام اللي فات كنا بنستنى 48 ساعه، لا ده لازم اعمل له immediate investigations عشان اوصل لتشخيص. الحاله دي بقى واحد 25 سنه مش بدياتريك اهو، بريزنتد وذ بينفول انكل ريجن فور لاست 4 ويكس، جاي عنده بينفول انكل لاست 4 ويكس. ده الاشعه بتقول ايه؟ ده اوفال ويل فايند انتر مودلري ليتيك ليجن، يعني واضح قوي احنا بنوصف الليجن اوستيوليتيك هنا سنترال وفي مارجنال سكيروز مش كده؟ نو كورتيكال بريتشنج اند نو بيروس رياكشن، مفيش عندي لا حاجه في يعني هنا الليجن ده سوليتري ليجن اوستيوليتيك واخد وفي مارجنال سكليروزس واخد الميتافيزو دافيزيال ليجن، يعني واخد الميتافيزيز والدافيز. يقولوا لنا بقى في 25 سنه العيان ده ممكن يكون ايه؟ في برودس ابسس تمام تاني ابسس برضو الإجابات بسرعة يا شباب دكتور سامة عندي ما عرفتش دكتور سامة جاوب على طول هي ممكن تكون يعني ده ما يعني انا حطيت الاجابه ليه ده لو نيو بلازم هيبقى بنان ولا مالجننت؟ هو دايما عايزين نوصل لحاجه العين اللي عنده بين وعنده اوستيوليتيك ليجن هفكر بثلاث يعني احتمالات يا اما انفكشن يا اما تيومر يا اما حاجه ميتابوليك مش كده؟ ده الحاجات الكومن فلما نيجي يعني لما نيجي نشوف يعني دي قاعده عامه عيان عنده بين عملنا اشعه لقينا اوستيوليتيك ليجن يبقى ده قدامي ده انفكشن تيومر ميتابوليك او تمام؟ طيب الليجن اللي انا شايفه ده لوكس بناين ولا لوكس مالجننت؟ لوكس بناين لانه سوليتري وفي موجود مارجن سكلروز ده معناه ان التشو بيرياكت سترونجلي اجينست السبريد بتاع الليجن يبقى طالما انا بفكر سلولي جروينج بالظبط كده يا دكتور عاطف يبقى انا في الحاله دي انا بعمل ايه؟ العيان ده لو انا بقول ده انفكشن يمشي ايه؟ يمشي برودز ابس ده نيوبلازم يمشي ايه؟ كوندروما او كوندروبلاستوما. الكوندروبلاستوما هنا عشان 25 سنه وعشان ايه؟ بفيزيال وميتافيزيال وانكروتشن على الدافس. يبقى هنا انا اتشخصت الحاله اتشخصت كده. طيب العيان ده عنده بينفول انكل ريجن فور لاست فير ويكس عنده بين. هنعمل له ايه؟ هنعمل له انفستيجيشنز ريكوايرد هنعمل له اللاب برضو. الحاله اللي هي يعني الام ار اي هنا اهميتها ايه؟ كوما او ان كوندروما لان ده لو طلع حاجه من البناين هيبقى محتاج ان انا اعمل له يعني السيرجيكال اكسيجن او كرينج وزاد بون كرافت. يبقى هنا التريتمنت بتاعنا طالما انا حطيت برودز ابسس احتمال يبقى هدي له هعمل اللاب بتاعي اللاب طلعتها عاليه يبقى العيان دوت حاجه انفلاماتوري يبقى هدي له انتي بايوتكس واشوف المونيتور السيمبتومز حسنت هكمل ما تحسنتش يبقى هخش اعمل ام ار اي والام ار اي هتقول لي بقى حاجه من الثلاثه دولت. لو حاجه من الثلاثه دولت والبين موجود از نوت ريسبوندنج للانتي بايوتكس يبقى في جميع الاحوال محتاج ديبرايدمنت. لكن لو هو العيان ده خد انتي